أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. في لبنان اليوم استعدادات قوية لعودة دوران العجلة السياسية الداخلية للعربة على مسار تأليف الحكومة، وذلك بعد أن يعود اليوم الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية التي زارها بعد موسكو، وهو أجرى من السعودية سلسلة اتصالات غير معلنة في إطار متابعة المشاورات من أجل تأليف حكومة جديدة وبالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وسيكون لقاء في الساعات 24 المقبلة أو أكثر بقليل في قصر بعبدة بين الرئيس عون والرئيس المكلف، في وقت يضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري إيجابا في شكل أو بآخر من أجل التعجيل في تأليف حكومة، منبها إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية. هذه الأجواء التشاورية التي توضع في الخانات الإيجابية توازيها أجواء تندرج إقليميا في خانات أقلها ليست مريحة، مثل التطورات في سوريا حيث تمت الإغارة على مراكز للحشد الشعبي العراقي الشيعي في منطقة البوكمال في الحدود السورية العراقية، ومثل التطورات في اليمن حيث الحديدة حامية بالحديدة، حيث يتقدم الجيش الموالي للرئيس ياسر عبد ربه منصور هادي على حساب الحوثيين، ومثل التطورات بالأردن على المستوى الاحتجاج الاقتصادي والتي حدث بالملك عبد الله الثاني إلى التحرك باتجاه السعودية للحصول على دعم. وكذلك حصل لقاء بالأمس بين الملك عبد الله ونتنياهو وتناولت موضوع حل نزاع الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومبادرة قمة بيروت العربية. هناك أجواء ضاغطة أيضا محليا، مثل موضوع التأليف الحكومي والعقد المنسوبة إلى مكونين كانا الأساس في قيام لبنان الوطن والدولة، أي ما يسمى عقدة تمثيل الطائفة الدرزية الكريمة وعقدة تمثيل تتعلق بالقوات اللبنانية على المسار المسيحي، ناهيك بسجال فتح منذ تغريدة وليد بيك جنبلاط، وصولا إلى قول زوار رئيس الجمهورية أن الرئاسة لا تتوخى الدخول في مهاترات، وسألت عن معايير الفشل والنجاح في ظل الإنجازات المحققة بعام ونصف. هناك أيضا ذيول مرسوم التجنيس، هناك أيضا توقيع وزير المالية على مرسوم القناصر، وكذلك ما قاله السفير الألماني أن المجتمع الدولي عاتب على اتهامه بأنه يريد توطين النازحين السوريين، وبالتالي سيكون الموضوع ضمن زيارة أنجيلا ميركل الخميس والجمعة للبنان. معنا مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق شومان. أهلا وسهلا أستاذ. تحية لك أستاذ جلال ولكل المشاهدين. يعني أسستوا فيه جوجلي ما شاء الله بالمقدمة، يعني هاي البانوراما نحن بنعرف أنه أنت دايما تخدها من المنظور الواسع وحتى من المنظور اللبناني المحلي. أشكرك. برأيك التأليف الحكومي يتأثر بالبانوراما الواسعة أم أنه فقط الآن بالموضوع الداخلي؟ يعني بدون شك الموضوع الداخلي هو العنصر الأساسي، ولكن مباشر. لا نستطيع أن نستثني أيضا العوامل الخارجية. كان الرئيس فؤاد شهاب، وهذه ربما قد يكون مهم أن نقوله، كان يقول دائما الذي يريد التوزير يصاب بميكروب. ميكروب بدأ عن الرئيس فؤاد شهاب، يعني هاي من 50 سنة، من 50 ومن 60 سنة كمان. يعني منذ استقلال لبنان وربما منذ ما قبل استقلال لبنان كان يقول ذلك. فإذا نحن الآن أمام مجموعة من الميكروبات اللي هي التوزيرات حقيقة. والكل بيعرف بأنه عملية التشكيل الحكومي خاضعة بصورة أساسية إلى توزيع الحصص الوزارية. كل طائفة ماذا تريد، وداخل كل طائفة كل حزب ماذا يريد، وبعد ذلك يتم توزيع هذه الحصص. الأول بنتفق أنه كل طائفة كم حقيبة وزارية، وبعد ذلك من داخل هذه الطوائف ومن داخل هذه الأحزاب ماذا أو كيف يمكن أن توزع الحقائب. بس بعد ما سألنا شو بده المواطن، بتصور انه المواطن بعيد تماما عن كل هذا، لانه المواطن عمل انتخابات هو بايع وانتخبهم بايع عن كلهم. الانتخابات الماضية هي عملية مبايعة أعتقد للقوى السياسية الموجودة، وبالتالي المواطن هو يتحمل مسؤولية كبرى فيما تقول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية والعسكرية إلى آخره. إيه بس المواطن ما بده يكون أينشتاين ليقول لهم للمسؤولين شو يعملوا، هن مسؤولين وهن لازم يعملوا. لا ما هو بيقدر يكون أينشتاين وقت اللي بيحاسب، بيقدر يكون أهم من أينشتاين بتصور. بس أساسه في استطرادا كنت عم تكفي فكرتك، ولكن المواطن لحتى يقدر يحسبهم أول شيء بحسبهم بالإقبال. إذا مش عاجبه هالطبقة واللي هي واحدة نازلة على الانتخابات بحسبهم بالإقبال، بينزلوا 20% بدل ما ينزل 40%. إيه بس إنه الذي معود إنه يأخذ 70,000 80,000 100,000 في دائرة معينة وبيأخذ 20,000، أعتقد بأنه هبوط مستوى التصويت وهبوط نسب الاقتراع أعتقد إنه بتكون وصلت رسالة أساسية
له، وهذا ما عملوا اللبنانيين. لذلك أعتقد بأنه ما قبل الانتخابات هو ذاته ما بعد الانتخابات الأزمات ذاتها يعني على كل المستويات، يعني عليه مسؤولية 50% طبعا مواطن. أنه قد يكون لبنان البلد العربي الوحيد المسموح له أنه يحاكم مسؤولينه على كل المستويات. نحن يعني بالديمقراطية عمليا أنه دائما بالتاريخ كانت الصراع على السلطة عبر الانقلابات العسكرية وعبر القوة. نعم، حتى بلبنان سبع نواب سنة 1951 قلبوا الحكم بالديمقراطية. بالديمقراطية بتعمل انقلاب هادئ بصندوق الاقتراع. نعم. طيب انت عم تعمل عملية مبايعة، مش عم بتحاسب. طيب هلأ على الأقل منذ ما بعد الطائف لغاية نعم. الآن طيب هلأ في التأليف الحكومي. التأليف الحكومي أنا بظن أنه في هذه اللحظة اللي عم نحكي فيها لا يوجد أي جديد على الإطلاق. على الإطلاق لا يوجد أي جديد. يعني التصور اللي حمله الرئيس الحريري إلى الرئيس عون قبل ما يسافر طبعا يعني كان في انتقادات على إن كان بالنسبة لا في توزيع عام للحقائب. نعم. توزيع القوى السياسية العام، خارطة الخارطة إذا بدك هو أول الخارطة الأولى من الخارطة. نعم. بس كيف بدي أوزع أنا يعني أنه في أربع حقائب أساسية على ما يبدو متفق عليها. نعم. اللي هي المالية والدفاع والخارجية والداخلية، هذه متفق عليها بصورة عامة. نعم. بس أنه بالأخير القوى الأخرى ماذا يمكن أن تأخذ، وبالتالي أنه على سبيل المثال حتى ما يضل الحكم خلينا نحكي عن عقد الدرزية. العقد الدرزية بأنه طلال إرسلان. نعم. مع الاحترام وطبعا التقدير التام وحفظ الألقاب أنه بفوت على الحكومة ولا ما بفوت على الحكومة، هذا سؤال كبير. ومنشوف انه التغريدة اللي عملها النائب وليد جنبلاط قبل يومين الى علاقة بالتشكيل الحكومية، انه هو يعتبر بانه انا حصلت على سبع مقاعد نيابية درزية فانا يحق لي ان يكون لي الحقائب الدرزية ثلاثة. وبيقول كمان طيب. انه يمكن يعني تقليديا او عرفا انه معلش خلينا نقول انه هو ترك له مطرح لطلال ارسلان للمير طلال بعلا بغض النظر عن هالموضوع. هل يعني هل غير مسموح لوليد جنبلاط انه يقول انه انتم من زمان كنتوا تقولوا الاقوى هو اللي بياخذ الاكثر؟ هو عم يحكي بهذا المنطق. نعم. تقريبا عم يحكي بهذا المنطق، ولذلك انه تم تركيب يعني تم تركيب كتلي يرأسها نائب طلال ارسلان، وهو بالاخير بينتمي الى يعني الى الكتل القوي الى لبنان الى لبنان القوي. طيب هل هالكتله هجينه بتعتبر؟ بدون شك يعني انه هي تركيب يعني كمان انه نعم. يعني انه عمليه استعاره يعني عفوا من بعض المفردات اللي عم بيستخدمها، بس هي عمليا هكذا يعني. والهدف منه انه يعني تصوير النائب طلال ارسلان بانه هو يمتلك حساسيه نيابيه، وبالتالي اذا كان الهدف او القاعده الاساسيه او المعادله التي يتم تشكيل الحكومه منها انه مستندي على ثلاث نواب او اربع نواب او خمس نواب انه بيطلع لنا نائب. لكن انا برايي طالما يعني مساله تشكيل الحكومه ابعد من الحسيات النيابيه وابعد من امتلاك انه هذا الفريق حصل على 10 او 15 او 20 او 3 او 4. طب ليش قبل كان يسمح انه انا طلع لي هالقد بدي هالقد وزراء، هلا غير مسموح لافريقاء يقولوا؟ يعني قبل ما كان في رئيس قوي مثل فخامه الرئيس العماد ميشيل عون اليوم اللي عنده قوه شعبيه وقوه دستوريه وقوه شخصيه. ليش قبل حتى وقت ما كان في رئيس قوي كان يسمح للناس تقول انا عندي هالقد بدي هالقد وهلا مش مسموح؟ هلا عمليه مشان تشكيل المعايير بتتغير يعني. هو للاسف كل مره بنفرض اعراف. نعم. جديده، والاعراف تتحول الى اقوى من النص. نعم. هذا الذي بس الاعراف مش لازم تتوافق مع الطبيعه اللبنانيه والدستور اللبناني. هو هذا الذي اريد ان اقوله. عمليا الحكومه الان اي حكومه لبنانيه الان هي مساكنه سلبيه. مساكنه سلبيه بين اطراف متنافرين، ولذلك انه كل ما تشعر في مرحله من المراحل ان طرفا معينا يشعر باستقواء او بقوه معينه يحاول ان يفرض سطوته وسلطته على تشكيله الحكومه اللبنانيه. لذلك انه هذه الحكومات غالبا لا تاتي بطموحات الناس لانه ما فيها تاخذ قرار. يعني بالاخير انه عمليه تشكيل الحكومه انه احنا هلا بلبنان معتمدين الديمقراطيه التوافقيه اللي هي ديمقراطيه اللا قرار. بالأخير من يحاسب من؟
انه انت بالسلطه من بحاسبك. يفترض انه بالدول الديمقراطيه او على الاقل يعني بالدول التي تمتلك حتى ديمقراطيه مريضه مثل اللي عندنا يكون في اغلبيه ويكون في اقليه ويكون في معارضه. يبقى بس لو سمحت لي يبقى بما له علاقه ب يعني بالقضايا الكبرى، الحرب، السلم، المعاهدات توافق. الدوليه، هذه اللي بدها توافق، وهذا يحدث في كل دول العالم. لكن اللي عم بصير نحن عندنا انه عم بيكون في نزاع وفي صراع وفي تنازع وفي تناتش حتى على حقيبه وزير الدوله الذي ليس له مكتب وليس له مقعد وليس له مبنى ولا كرسي ولا شيء. فاذا نحن عم نروح نحو حكومات غالبا ما تتشكل من مساكنة سلبية وتتجه إلى اللا قرار، هذا بالأخير مش إدارة سياسية. طب أستاذ توفيق، نحن لنسلم أنه هذا اللبنان هو هذا اللبنان بالحكمة والتوافق يبنى والحوار. طب إذا سلمنا بأنه بالتوافق والحوار والحكمة، طب اليوم كل فريق بيقول لك اليوم إذا بيناسب التوافق والحوار والحكمة بيستعمل. يضرب له تحية. يضرب مرات وقت ما بيناسبه بيقول لك لا نحن بدنا نروح لا ومستعد يكسر كل شيء. طيب. مستعد يكسر كل شيء ويقلق الشارع ويدفع الشارع نحو الاضطراب ونحو القلاقل، وممكن يفتعل أي مشكلة إذا ما عجبه. هذا مؤسف يعني. ما هو بالأخير إنه بلبنان إنه قد يكون دستورنا من أهم دساتير المنطقة وهو كذلك، ولكن إنه ما حدا بيرجع إلى الدستور. يعني الدستور مش عم بيشكل مرجعية. يعني حتى الأعراف إذا مش ماشي مع الدستور ما لازم تمشي. ما هو هلا من مكان صار يطلع يحكي لك بالدستور، وبالتالي من مكان انه بيمسك طرف الدستور من ديله بفسره على ذوقه مش من روحه. انه يفترض بالاخير انه المجلس الدستوري هو الذي يقرر دستوريه الاوانين او لا، بينما الان لا، انه اي حزب واي مسؤول بحزب باي قطاع الخامس العاشر المية ما بعرف فكره عده بيطلع بيقول لك انه هكذا يقول الدستور، وبيطلع له 20 طرف من الجانب الاخر ومن الاخر بيقول له لا انه كمان في عندك 20 وجهه نظر مقابله. فاذا نحن في عندنا دستور بس بالاخير لا يعني لا نلجا اليه كمرجعيه لحل مشاكلنا. نعم. طيب استاذ توفيق، اذا قلنا نحن يعني في راي الدستور، راي فقهي ناس خبيرة بالدستور بتقول انه حتى الاعراف حتى لازم تكون الى حد كبير متناسبة مع روحية الدستور. نعم. اليوم اذا سلمنا بانه بس مش كل يوم تعمل عرف، مش كل يوم. ايه. طبعا بتصفي مقلق بانجلترا. بانجلترا ما في دستور. ما نعم. في دستور مكتوب. نعم. في اعراف. نعم. بس انه كمان اعراف متناسبه مع المجتمع بدون شك، انه مش كل حزب انه ياتي الى السلطه. انه الان في عندنا حزب المحافظين هو الذي يدير المملكه المتحده، مش على ذوقه كمان انه يصطنع اعراف. طيب. بدي اكرر مساله انه بانجلترا ما في دستور بس في اعراف. نحن عنا كل يوم ممكن يطلع لك 20 عرف، وبالتالي إذا عملت أي شغلة مرة واحدة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بنعود بنرجع لإلها وبنقول إنه الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني كان رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس حتى الجمهورية. العدو الإسرائيلي طبعًا. ما عنده دستور مكتوب لأنه ماخذ النظام الإنجليزي. نعم ما عنده دستور النظام مكتوب الإنجليزي. ولكن نعم. بتلاقيهم انه مهما اشتدت بيناتهم بتلاقيهم بيعرفوا كيف يقصموا القارطة لمصالح الكيان الاسرائيلي الغاصب، بس لكن لمصالحهم بدون شك. يعني انه بالاخير انه في شيء اسمه ثقافة التسوية. نعم. خصوصا عندما تقف البلاد وتقف الاوطان وتقف المجتمعات على حافة الهوية، لا يتحمل الفريق الحاكم مسؤوليته لوحده، فبالتالي ايضا يلجأ الى المعارضة، واكثر من يستخدم هذا الامر بالولايات المتحدة الامريكية وبفرنسا ايضا اللي هي فيها كذا اثنية وفيها امريكا. يعني هو طبعا هلا نحن انه يعني بنسمع بالحزب الديمقراطي وبالحزب الجمهوري بالولايات المتحده لانه هم يعني ثلاث احزاب هم الاكثر شهره. نعم. والاكثر معروفيه. ولكن في ولكن دائما في عشرات المرشحين حتى لرئاسه الجمهوريه، بس عاده الناس بتتابع اقوى مرشحين. نعم. اللي هن مرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري. بس بدي اقول حتى بما له علاقه بالضرائب اللي هي يعني تمس بصوره اساسيه. نعم. الوضع الداخلي بالولايات المتحده وهي ناخب اساسي الأمريكي. كمان بيلجأوا إذا في أغلبية جمهورية إن كان بمجلس الشيوخ أو بمجلس النواب
يعني بغرفتي الكونغرس بيجوا أيضا للديمقراطيين ويصلون إلى حلول وسط، وهذا يحدث كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر ذاته أيضا هذا يحدث في الدول الأوروبية بدي أقول بالدول الديمقراطية ذات العراقة. لكن عندنا نحن أنه مجرد الاستقواء ومجرد أن أشعر بالغلبة ومجرد أن أشعر بالقوة أسعى إلى أن أفرض ما أريد، وعندما أسعى إلى أن أفرض ما أريد يعني أفرط كل شيء. هذه يعني معادلة. شيء كونكريت شيء إذا سلمنا أن رئيس الجمهورية رح يكون عنده حصة معينة وزارية تيار الوطني الحر، لماذا توقفت الأمور عند مسألة القوات اللبنانية؟ هون يعني عم نحكي عن شيء مطروح بالإعلام. بالإعلام وبالسياسي وبالأروقة المغلقة. هلا البعض بيقول إنه القوات اللبنانية بدها 4 وزراء مع نيابة رئاسة الحكومة. البعض الآخر بيقول إنه لا، إنه هو يحق لها 3 وزراء باعتبار إنه هي حصلت على 15 نائب. إذا اعتمدنا المحصلة العامة 4 نواب يعني 16، بس هي أخذت 15 بيطلع على 3، ممكن إنه يطلع على 4. هلا الحكي على احتمال أن يكون للقوات اللبنانية حقيبة وزارية رابعة، لكن أنا برأيي كمان المشكلة مش هنا، المشكلة أيضا في أمكنة أخرى، أي حقائب وزارية يمكن أن تولاها القوات اللبنانية. هذه أيضا عقدة أخرى، يعني عقدة القوات اللبنانية مزدوجة، عقدة الحقائب الوزارية وعددهم، والعقدة الثانية نوعية الحقائب الوزارية. بس في فرق ما تكون عم تقارب الموضوع التأليف الحكومي بموضوعية وبتوافقية وبنيات صافية، في فرق ما تكون بموضوعية وتوافقية ونيات عاطلة. يعني خلينا نحسب الثقة، يعني موضوع الثقة ما في حدا بلبنان، ما في حدا للأسف يثق بالآخر. هذا مؤسف، بس خلينا كمان نكون صريحين يعني مع المشاهدين. لكن أنا برأيي أن الحكومة أو عملية تشكيل الحكومة وعملية تأليف الحكومة ما زالت في البداية. كلنا بنعرف سيد جلال بأنه عمليات تشكيل الحكومة في لبنان تأخذ أشهر، نحن صرنا شهر تقريبا. ايه بس في هالمرة إذا صار في لقاء بين فخامة الرئيس والرئيس المكلف ممكن يحطوا ديلي معين، يعني حطوا زمن معين، يمكن فترة زمنية، يمكن لأنه الأوضاع الاقتصادية بالداخل والأوضاع الإقليمية ضاغطة أكثر من أي وقت، وفخامة الرئيس كمان ما عنده استعداد ليطول حتى تنتقل. ليش؟ إنه هذا يمكن، يعني هذا يدخل ضمن دائرة الاحتمال. بس هل هذا يدخل ضمن دائرة اليقين أو أنا مصلحة المواطن والمواطن؟ يا سيدي خليني أحط مصلحة المواطن على جنب. هلأ نحن وأنا وجاي من الضاحية الجنوبية لغاية الآن روائح النفايات منتشرة، يعني طيب هذا يعني أنه ما قبل الانتخابات النيابية كل المسؤولين وكل ما فوق المسؤولين وتحت المسؤولين والمواطنين وشبه المواطنين والسياح وغير السياح والأجانب بيعرفوا أنه فعنا عقدة أساسية بهذا البلد هي مشكلة النفايات. طب الذي لم يغير قبل الانتخابات تنتظر أن يغير بعد الانتخابات؟ أنا أشك بذلك. طب أستاذ توفيق، هلأ بدنا نكمل بموضوع التأليف الحكومي، ولكن هون حكيت عن البيئة، وعن البيئة مش لازم تكون هي الوزارة السيادية. وشو المشكلة؟ يعني شو المصيبة أنه ما عم يقدروا بسريلانكا مع احترامنا بالدول الموماو في يعني ما في نفايات، ما في مشكله؟ ليش يعني بلبنان في اختراع نفايات. في اختراع لبناني ليس في مكانه تماما، انه بيقول لك هذه وزاره سياديه، بعدين انه وقت اللي صاروا يتقاتلوا ويتخانقوا ويتنازعوا ويتصارعوا على الوزارات السياديه اللي هن اسقطوا هذه الالقاب عليها مقابلها سموا وزاره اساسيه. يعني في عندك انت وزارات سياديه وفي عندك وزارات اساسيه، توصيفات هي. طبعا توصيفات، بس بالاخير انت بالحكومه وحقيبه وزاريه، ما في حقيبه وزاريه غير مهمه، بس انه نحن اخترعنا يعني اخترعنا توصيفات واخترعنا مفردات حتى نتنازع عليها وحتى نتصارع عليها. طيب بس اذا نحن بنوجه تحيه للقوى الامنيه والعسكريه ومظله الاستقرار الداخليه والخارجيه، هذه سلمنا، هذا مسلم. طيب اليوم في البيئه، يعني في صحه الانسان من ناحيه وفي الكهرباء من ناحيتين وغير، بس البيئه اهم شيء هي لصيقه. يعني اليوم انت ماشي بالشارع هالروايح بتعمل لك فيروسات، بتعمل لك شوف ببلادنا نحن بلبنان، يعني تاريخيا كان اقل بلدان العالم اصابه بالسرطان. اقل بلدان العالم لعده اسباب، منها انه المساحات الخضراء، منها طبيعه النظام الغذائي، منها ايضا في اشياء كثير يعني وبعدين الجبال والوديان وهذا والى اخره. طيب
الآن من أكثر الدول في العالم إصابة بالسرطان، وأكثر من قد يكون من أكثر الدول في العالم الشباب عم ينتحروا فيه. إيه لغاية السويد. نعم. السويد بينتحروا طيب. من السعادة بلبنان برأيك. طيب. وقلة الضوء نعم. أيضا بالسويد. نعم. عرفت كيف؟ هون من. طيب. من أنت وقت اللي صار عندك لغاية الآن حوالي 100 شخص كما تقول بعض المعلومات منتحر في لبنان، نحن أمام كارثة حقيقية. إنه في الإنسان اللبناني عم بيموت، الإنسان اللبناني عم ينتحر، الإنسان اللبناني عم يتسرطن، وبتقلي إنه ما حد لا كيف مش شايف المسؤول؟ لا شايف المسؤول طيب. بس المسؤول ما بده يحل طيب. طالما أنت انتخبته لهذا المسؤول، ما أنت مصاب بالسرطان ورحت انتخبته صح، أنت قاعد بالبيت بدون شغل ورحت انتخبته. طب عملوا لك قانون طيب. إنه ما في إلا يعني إذا خرقت بتخرق ربع بالمية هالسيستام. إيه لو في رأي عام نعم. وفي مجتمع مدني حقيقي، أنا أعتقد ساعة ذاك بتكون القوى السياسية هي انعكاس للرأي العام. بس طالما إنه الرأي إيه العام. الرأي العام انعكاس. لا الرأي. إيه إذا في رأي عام. للطوائف. أيوة للقبائل. يعني قبائل معلش القبائل. القبائل إذا عملوا لوير زيرقا بأصموا بين بعضهم، بس اليوم الطوائف عم تتناحر. كان قبل شوي حكينا عن الرئيس فؤاد شهاب، في كلام للوزير الخارجية السابق فؤاد بطرس. يعني هو كان نعم. أساس بأنه وهو شهابي كان معه نعم. كان يقول على سبيل المثال، كان يقول التفاح والكرز ماروني، التبغ شيعي، الليمون سني، الزيتون أرثوذكسي، الليرة غير طائفية. بدنا نزرع الليرة وين ما كان سبب. بالضبط بالضبط هذه هي. طيب بس انت وقت هلا عم ترجع الزيتون أرثوذكسي وعم ترجع التبغ الشيعي وعم ترجع التفاح والكرز ماروني وعم ترجع الليمون سني، يعني انت ما عم تعمل وطن. ايه بس رجعنا ايه؟ هون اذا مش قادر تعمل وطن فيك تزرع الثقة. يعني اذا هو راح يضلوا مقسمين هيك بشو بتوصلهم؟ يعني الكاتاليزور تبعولهم ممكن تكون الثقه. ليش بعضهم خايفين من بعضهم الطوائف؟ ليش خايفين من بعضهم؟ يعني اول الوطن هو الثقه. نعم. شو الثقه؟ يعني انه هذه جماعات معينه ارادوا بالوطن النهائي على مساحه من الارض. نعم. الواحده ووفق قوانين موحده. مهم يعني اللي عم بيصير بلبنان ليس هكذا. ليش عم يبتعدوا عن هالمفهوم؟ لأنه طريقة العمل السياسي في لبنان قائمة على استمرار القبيلة والطائفة أو طائفة القبيلة أو قبيلة الطائفة. العمل السياسي بلبنان هكذا، ما إجت قوى تغييرية حقيقية لتغير هذه المعادلة. القوى السياسية اللبنانية تعمل على تكريس هذه المعادلة. لذلك لاحظ، ارجع للانتخابات، ارجع للخطاب الطائفي. لم يشهد لبنان مثل هذا الخطاب حتى في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية بين 75 و90. شو السبب؟ السبب أنك كنت تريد أن تحث ناخبيك الطائفيين والمذهبيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. فإذا الشيء الأساسي بلبنان والمعادلة الأساسية بلبنان هو التحريض الطائفي. تعمل زعيم تتطرف لطائفتك بالخطاب مش بخدمة الناس، بلسانك بالتحريض وليس بالفعل، بلسانك وليس وليس أيضا بالفعل ولا بالتنفيذ. طريقة العمل السياسي بلبنان هكذا. لذلك نحن بقينا دولة مع وقف التنفيذ، بقينا أيضا وطن مع وقف التنفيذ، وبقينا أيضا شعوب ولم نتحول إلى شعب، لأنه بقينا كمان شعب مع وقف التنفيذ. بس في كتير للأسف بلاد فيها شعوب، بس الشعوب عاملة وطن. شوف في كتير بلاد صحيح عنده بدون شك، يعني مش فيدرالية، بس في ناس عاملين كونفدرالية. يا سيدي أنت ضربت قبل قليل مثل الولايات المتحدة. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية مجتمع مهاجرين. نعم. من كل حد وصوب، في ألف إثنية يعني. حتى من المريخ فيه ومن. نعم. عطارد يعني. نعم. يمكن إذا بتبحبش إذا شوي. نعم. بتلاقي أنه في ناس جايين في ناس من خارج. نعم. الكوكب. من خارج الكوكب. مع ذلك أنه النخبة السياسية اتفقت على عقد اجتماعي. طيب أنت أتخيل مثلا أنه هيلاري كلينتون المنافسة الرئاسية لدونالد ترامب أخذت أكثر منه ب3 ملايين صوت على 330 مليون. طيب أخذت أكثر منه ومع ذلك هو فاز. نعم. ليش فاز؟ فاز عفوا لأنه في مجلس المندوبين طلع أكثر لأله، وهن كلهم 538. نعم. شخص. طب تصور هذه لو حادثة عنا مجزرة بتصير.
لغاية الآن كانت المجازر والحروب قائمة لغاية هذه اللحظة، بس هناك نخب سياسية ارتضت في هذه العقد الاجتماعي، وأنا ما فصلت هذا القانون على مقاسي الخاص، عملوا على مقاس الكل، على مقاس المأمنين والكل يرتضي من المستوى الاجتماعي والكل يرتضي به. نحن الآن كمان هون بدي أقول شغلة قد تكون أيضا مفيدة. قد تكون أيضا مفيدة بحسب رئيس الحكومة الأسبق سامي الصلح بمذكرته. نعم. صرت حاكي ثلاث شغلات، واحدة عن الرئيس فؤاد الشهاب، واحدة عن عنده تاريخ ما عنده نعم. مستقبل، واحدة كمان عن الوزير بطرس نعم. حرب، وهلا عن سامي الصلح بطرس. كان يقول مثلا على سبيل المثال انه الكثير من الزعامات السياسية بلبنان، وبقول بالحرف الواحد يعني الرئيس عبد الله اليافي والرئيس صائب اسلام، انه وقت اللي بيكونوا داخل الحكومة بسنوا قوانين، وبس يطلعوا برات الحكومة بصيروا يعارضوا القوانين اللي هم يسنوها جوا. يعني شوف هاي الطبيعة نعم هاي الطبيعة للأسف. نعم هلأ أستاذ توفيق شومان رح ناخد فاصل يلا. ونحكي يعني طبعا نحن هلأ عم ننقوا وعم نشخص الأمراض الموجودة، بدنا نشوف من أي نقطة ممكن ننطلق من خلال الدستور أو غير الدستور لحتى نحل هالأمور بعد الفاصل يلا. مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، استاذ توفيق شومان رحب فيك مرتين. تحياتي مره جديده لك ولكل المشاهدين. هلا بدنا يعني في عنا دستور، عنا طائف، عنا شو ما بدك يعني، في كتاب معين، ولكن وقت بتتعسر الامور بده يبلش الواحد من شي مطرح. في وجهه نظر بتقول يعني اذا بننطلق من ثلاث شغلات بسيطين وهن يمكن منهم سهل ممتنع ما عملون، هي اللامركزيه الاداريه. نعم. بعدين وقت بتشارك الخاص بالعام بتعمل شبه لمركزية مالية نوعا ما، في نسبة معينة المنطقة بتاخد 60% 40% بروح على المالية، وفي انك تستثمر الاحتياط اللي هو فوق الاحتياط بالبنك المركزي. نعم. غير الاحتياط الموجود في فوقه في شيء فوقه. اليوم يعني بيقول لك بتخفض الزبائنية السياسية اذا انت ما عملت قانون احزاب، وإذا كل محزب يمكن ما بيعرف شو دستور حزبه اللي ماشي وراه. نعم. إذا ما عملت قانون أحزاب وقانون أحوال شخصية كلها وكذا، ليه ما بتروح على اللامركزية الإدارية؟ نعم. حتى تفوت من زاوية لتحل الوضع. طيب عطيني بس دقيقة ونصف الإيجابي. الإيجابي كل هذا اللي عم تحكيه أستاذ جلال موجود في أرشيف لبنان. في أرشيف لبنان يفترض العملي والسياسي، العملي يفترض يكون موجود برئاسة يعني عند الحكومة. نا. هلا أي يعني خد على سبيل المثال وزارة التخطيط. نعم. الهيكلية تبعتها كلها موجودة بس هي مش موجودة. أنا هون بدي استشهد بعدة موضوعات، كل دراسات الجدوى موجودة. خد على سبيل المثال الكهرباء والمي بلبنان، واحدة من أهم الدراسات اللي عملها إبراهيم عبد العالي كان هو المدير نعم. العام للموارد، هو اللي عملها حنا الشدياء نعم. المهندس حنا الشدياء، ولكن تحت إشراف المهندس إبراهيم عبد العالي. طيب لأنه كان هو المدير العام للموارد، توفى بالجامعة الأمريكية وعم يعمل زايدة وما نعرف كيف موجودة لغاية الآن، ربما بدأ رتوش، ومن أسبوعين تقريبا أعدت قراءتها. نحن عم نحكي متى بالأربعة وخمسين وبالخمسة وخمسين. طيب الوحدة الثانية عم تحكي عن المركزية، في أيضا دراسة مفصلة تحت عنوان طرابلس واللامركزية للشيخ موريس جميل. نعم. كمان الله يرحمه الشيخ موريس جميل، وموجودة يعني فيك من خلاله تعيد إحياء هذه المسألة وتنفذها، ما تتعبوا يا مسؤولين، موجودة. أيضا عند موريس جميل في التبادل الخارجي والداخلي. صحيح. نعم. عم تحكي عن المصارف تحت عنوان الجمهور والمصارف، فيك كمان ترجع لإلى ربما مع بعض التطويرات، بس البنية التحتية لمثل هذا الأمر موجود، ما زال موجود الاحتياط، موجود لغاية في الاحتياط الآن. فوق الاحتياط. طيب. فإذا إنه نحن إنه هذه الدراسات موجودة، أنا ضربت، وأكثر من ذلك إنه في مؤتمر اقتصادي انعقد بلبنان بسنة 1954 نعم. على المستوى العربي كل نعم كل دراساته موجودة لغاية الآن، وهناك مؤتمر من أهم المؤتمرات العلمية اسمه المؤتمر العلمي في بيروت في العام 1938 نعم. 1938 كان في ناس رساليين
كان في ناس نصف أنبياء عم بحكي على كل حال. طيب. الصيغة اللي انعملت للبنان وقتها فلسفية أكثر من هلا. فإذا كل هذا موجود، أنت فقط بحاجة إلى مسألتين لا ثالث لهما، القرار والإرادة والتنفيذ. أنت اثنين ما بدك إياهن، اثنين ما بدك اياهم، لضلوا راكبين على ظهر الشعب بالضبط، لانه ما بدك تعمل دوله، ما بدك تشيل الزبائنيه السياسيه، ما بدك، لانه اذا صرت، اذا انت سقطت الزبائنيه السياسيه بطلت زعيم. يعني هل صحيح انه مش دائما النخبه هن يقودون المجتمع؟ نعم. بل الانت يعني بشوفوا اكثريه الاحوال نخبه مين يعني هاي مش دائما يعني مش دائما النخبه عم تقود المجتمع. مرق عنا بلبنان يعني نحن، انا استشهد بعده بعض النماذج. انا بدي اعطي مثل على سبيل المثال، طبعا انه بالنصف الاول طبعا احنا ما عم نوجه سهامنا على حدا، ولكن عم نحكي عن تاريخ، بس انه انا عم نحكي عن تاريخ صحيح، بس انا عم اقول انه هول موجودين بلبنان، فيك ترجع لهم. تفتح الارشيف، تاخذ قرار، تنفذ، انتهينا. اذا بدك تعمل دوله اذا بدك تعمل دوله. طيب اللامركزيه الاداريه ليه هلا يعني كلهم بيحكوا فيها؟ في كتير ونحكى فيها من قبل، بس هلأ عم ينحكى فيها أكتر من أي وقت اللي مضى. كل العالم تحكي بالدستور بس ما حدا بده يلتزم بالدستور. كل العالم تحكي بإلغاء الطائفية السياسية بس ما حدا بده يلغي الطائفية السياسية. ما هون ترجع لخوف الطوائف أنه بيقولك يا أخي ما أنا أقليات. ما نعم. لذلك عم قلك أنه ما بدهم، أنه أنت بتجي بتحكي بالتنمية الشاملة بس ما حدا بده تنمية شاملة. بتجي بتحكي أنت والله أنه على الأقل هلأ المسألة اليومية اللي عم نعيشها كيف يمكن أن تخفف من عبء الدين العام، بس شو الوسيلة اللي عملتها؟ ماشي حكي تصريحات وخطب. اليوم أستاذ توفيق، اليوم في رئيس عنده شخصية قوية وفي عنده النية والرغبة بمكافأة بمواجهة الفساد، بإقامة اللامركزية الإدارية، بزيادة مداخيل. طيب شو صار بفؤاد الشهاب؟ طيب بس اليوم نحن بدنا ندبر يا أخي، شو صار بفؤاد الشهاب؟ يعني ليه إيد وحدة ما بتزقف؟ بدك مش إيد وحدة، إصبع. يا ريت إيد فيك تحركها إصبع. طيب ليش اليوم يا أخي فؤاد الشهاب؟ ما فؤاد الشهاب كادوا أن يجننوه يعني. طيب. وهو بتعرف هو أول من أطلق يعني هذا التعبير اللي دائما بنستخدمه، اكلت الجبنه. نعم. بس اليوم بس بدك انه اول شيء الطوائف كلها كاقليات، كل الطوائف بلبنان ما تخاف من بعضها، بدك ثقه ويمشوا ضد الزبائنيه السياسيه. منين بدهم يجيبوا الثقه؟ من اين؟ انت شوف بعدنا عم نحكي انه من الاعتراف بانه لبنان بلد نهائي. نعم. وكلنا عايشين بقى. بيقول لك هلا انه طيب. لبنان بلد نهائي بس انه ما يستقوا على بعضهم. ما هي المشكله، شوف هي المشكله، احنا كان في عنا معالم بناء دوله وكانت من هذه المعالم الاساسيه الى ما قبل الحرب بلبنان. نعم. بعد الحرب بلبنان خلص، عرفت كيف؟ اعتقد انه في يعني على الاقل في مجموعه افكار سياسيه مختلفه تماما، وهذه الافكار قائمه على الكيديه مش على البناء. طيب بس مش عم نشوفه انه في انه عند العدو الاسرائيلي البطاله هي بين 8 و10%، وعندنا بين 30 و40%؟ طب كيف ما عم بيشوفوها؟ لا لا انا لا اكيد عم بيشوفوها، بس انه وقت بالاخر انه الذي يتثور رغيف الخبز بروح بينتخب القوى السياسيه الموجوده، شو بده؟ طب ما هذا بيقول لك انا جوع بدي. نحن بنعود بنرجع للمثل الموجود بالمنطقه العربيه والاسلاميه، جوع شعبك بيلحق. طب ماشي، بس ما انه الناس، طالما انا قلت انه في بدايه الحديث انه قد يكون في لبنان فقط تقريبا في الدول العربيه التي يمكن ان تحاسب مسؤوليك، وبالتالي بهذا البلد الذي معطيك هذه الفرصه الناس عم تتخلى عن حقها، عم تتخلى عن مسؤوليتها. فكمان انا ما بدي احط، شوف بس المسؤوليه، نعم المسؤوليه ليس فقط على القوى. نعم. السياسيه الموجوده. طيب. كمان انه المسؤوليه الكبرى تقع على الناس. طيب. التي ترضى بذلك. قبل ما ننتقل على المحور الاقليمي، هل كمان يعني من 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 اسباب انه الشعب يعني عم بيروح على الاسهل او على ما بعرف شو، لانه اول شيء بيحب الحياه من جهه ولا حول له ولا بدون شك هذا موجود، ولكن انه يعني عندما انت عم تقول لي بدك تبني وطن بس ما بدك فيك تضحي. بدك تضحي بس انت كمان ما فيك تبني وطن من خلال انه طوائف مرعوبه من بعض البعض. انه الشيعة بيقول لك السنه بده ياكلني، والسني بيقول لك الشيعة بده ياكلني، والمسيحي بيقول لك المسلمين، والدروز بيقول لك انا اقليه. نعم. طيب هذا طوائف مرعوبه من بعض البعض، كيف طيب. انت بدك تبنى وطن؟ هل هذا الرعب ينمو اكثر
الآن مع التطورات بالمنطقة، لأنه عم نشوف تطورات. حدا بيقول لك أنه بلشت يعني سوريا يمكن المفيدة من هلأ لسنتين بتبين هودي الطوائف، هذه الطائفة هون رح يكون عندها قوة، وهذا المذهب هون رح يكون عندها قوة، وعم نشوف شغلات يمكن مرات ما بتبين كتير، ولكن مثل أصف البكمال، مثل هلأ الحديدة رح ترجع لشرعية عبد ربه منصور. هذه إيران عم تتحرك بطريقة ذكية بعدة مطارح، لأنه يمكن بخف ضغطها هون بتقوى بغير مطرح. شو عم بصير بالمطرح؟ يعني هو يعني أنا بتصور، يعني خليني كمان أقول مسألة أساسية، إنه أنت ما فيك تعيش ببلد ببيتك بنفس العمارة بنفس البناية، إنه إذا الحريق عند جارك ما فيك تقعد وتسكر الباب، لأنه هذا الحريق بس ممكن بدك تويل يجي لعندك، بدك تحاول تطفي هذا الحريق. لا، كل ما قدرت تبعد هذا الحريق أن يصل إلى داخل البيت هذا بيكون ممتاز، بس بالأخير ما فيك تسكر الباب والحريق برات الباب مباشرة عندك. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا معك أنه اللي عم بيصير بسوريا الآن على ما يبدو محاولة رسم خرائط جديدة، ونحن بنتأثر كثير بدون شك أنه المنطقة كلها عم تتغير. أنه ما شوف، بسوريا ممنوع التقسيم بس في تقاسم. هذه مسألة أساسية. لا تقسيم، إنما لا تقسيم، ولكن هناك تقاسم. على سبيل المثال، أنت بالمقدمة قبل شوي قلت إنه في عملية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة على منطقة البقمال، بحسب كثير من المصادر بقول في 54، العراقيين قالوا في 22 من الحشد الشعبي. طيب، نحن عم نحكي عن هذه المنطقة اللي بشرق سوريا اللي حدودية، عن 25% من سوريا. 25% من سوريا. بتيجي كمان للمنطقة التي مقابل قائم لبوجة، هذه عراقية. نعم، هذه عراقية، بس أنا عم بحكي عن شرق سوريا بصورة عامة، اللي مسيطرة على القوات الكردية برعاية وبمظلة أمريكية 25%. ننتقل لمنطقة إدلب وبعد أرياف حلب وحمص وحماة في تركيا. أنت عم تحكي هون بين 12 و15%، تبقى صرنا 40% تقريبا من سوريا. من سوريا، يعني بعد خارج سيطرة الدولة السورية. في الجنوب، وفي الجنوب، في الجنوب السوري. طيب، نحن إذا جينا فصلنا أكثر هذا، بجنوب السوري في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. وهلا في محادثات انه شو ممكن يعملوا، او كيف ممكن يرتبوا مستقبل الجنوب السوري. طيب، مع انه روسيا عم تشكي من قله التنسيق، لانه الامريكان عمهلهم ما فرق معهم. وبتركيا لاحظ ماذا جرى في اليومين في ادلب وشمال سوريا، ماذا جرى في اليومين الماضيين بمنبج، وهذا ابو فراس الحمداني. نعم، بس خليني خلينا نذكر من منبج. نعم، بالمنبج اتفاق امريكي تركي، بالمقابل بترفعت اتفاق تركي روسي. هنا اتفاق تركي هذا أمريكي بيعطيك صورة عن النفوذ، هذا بيعطيك صورة عن التقاسم الذي يحدث الان في سوريا. دائما الاكراد بيكونوا نص يعني ورقة بتروح كمان هون. بدي اذكر بالمقابلة الاخيرة للرئيس بشار الاسد اللي بقول فيها انه المعركة طويلة، واضح تماما لم يحسم، وبالتالي ما عاد يقول مثل قبل يعني. فاذا المعركة طويلة، وبالتالي انه مستقبل سوريا ما زال على شفا السؤال. وبالتالي ونحن نتأثر اكتر حتى الروس، حتى الامريكان، حتى والقوى الإقليمية الفاعلة من دول الخليج إلى إيران إلى تركيا، بما فيه أيضا القيادة السورية، ما فيها مش عم تعطيك أي بصيص أمل لقرب انتهاء معضلة الدم في سوريا. هون بنرجع أنه كمان يتأثر لبنان وتأليف الحكومة، وزارة الشؤون الاجتماعية التي يراد لها ببعض الأفرقاء أنه تنسق مع وزير المصالحة السورية، هيك هذه وجهة نظر حكيت كمان إلى في تأثير. شيء بقول الأمن العام، في شيء بقول الأمن العام أيضا، في شيء بقول أنه ممكن يعني في أفرقاء بفضل الأمن العام. في فكرة طلعت أنه بننسق مع روسيا بطريقة غير مباشرة، والروس اللي بنسقوا مع السوريين. نعم، هون موضوع النازحين، إذا الأمور بدها تطول بيقول لك مثلا على 1,400,000 أو 500,000، اذا رفع المليون بيبقى 500,000 يعني. طيب، في كلام للواء عباس ابراهيم. نعم، بيقول في بصرف النظر هلا كم الف ممكن يرجع خلال الفتره، انه مثلا في غير 3000 تبع بعد شيء كم يوم. نعم، في 4-5 في كمان غيره. هلا اذا بتصور انه اذا استمرت هذه أربعة وخمسة وقبل نحن بنعرف كمان في 4 من شبعه. طيب، اذا استمرت هذه الوتيره، بعتقد انه بنكون عم
نخفف كثير من عبء النازحين. لكن يبقى سؤالك في مكانه تماما، انه مش بس لو طلع انه اذا في مليون الان طلع 500، لو طلع 800 ضل في 200,000. فهذا يقتضي حكما. هي المشكلة في لبنان أين؟ المشكلة في لبنان ما في قرار سياسي لبناني واحد يتعامل مع كل القضايا وكل التعقيدات وكل المعضلات بما فيها قضية النازحين. برأيك ميركل شو راح تحكي؟ يعني هل هي في عندها خميس مشكلة؟ وجمعة هي نعم. كشانسلية كمستشارة هي كرئيس حكومة نعم. بس طبعا راح تكون ببعبدة، والبعبدة راح يقولوا لها الموقف. هلا في 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 كلام. أول شيء خلينا نقول للبنانيين إنه في 500 مليون يورو يبدو جايين على الطريق وبقروض ميسرة من ألمانيا. هذا ملحق لمؤتمر سادر بفرنسا. لكن المسألة الثانية، امبارح كان في مشكلة أيضا بين أنجيلا ميركل وبين وزير داخليتها اللي يعني أصدر قرار، هي رفضت رفضت هذا القرار. وكلنا بنعرف بس بأوروبا تقريبا كلهم عم ياخذوا، بدهم ياخذوا قرار تسكير، لأنه ما عاد في نازحين كما كان في بداية الأزمة في بداية الأزمة السورية. في محاولة استيعاب الآن لمن هم موجودين في الداخل على دون أن يتقلق، دون أن هم ترجع بتجي المشكلة تيجي المشكلة. في عنا بلبنان، في عنا بتركيا، وفي عنا في عنا بالأردن. أنا برأيي إنه بلبنان ما فيهم لوحد. أول شيء ما في قرار سياسي لبناني، بدك تعمل قرار سياسي لبناني وأمني موحد حتى ننطلق من قاعدة أساسية للتعاطي مع هذا. وقبل كل شيء بدك تعمل حكومة ليأخذوا قرار. هذا البديهيات، والبديهيات عادة ربما ما بنحكي فيها كثير. الشيء الثاني إنه في جهات دولية كمان بدك تتعاون معها، وكمان ما في أين المشكلة بالتعاون مع السلطات السورية. بالأخير إنه هولي في ناس تهدمت بيوتهم، وفي ناس بدهم تجنيد، وفي حدا طيب. فهذه انا بتصور انه الامر او الحل او التعاطي مع قضيه النازحين اللبنانيين تتجاوز احاديه القرار السياسي اللبناني الواحد اذا وجد. ولكن انا برايي انه طالما هناك في مصلحة لتعاطي الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية في هذا المجال، خلينا على مستوى أين المجال؟ على مستوى في جهات أدنى. رسمية في مستوى أدنى. في جهات رسمية إنه هلا أنت فيك يعني فيك تتعاطى الأمن العام، في تعاطى مع الموضوع، في سوابق مش مشكلة في 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 سوابق. ربما أيضا أحيانا إذا جبت وزير مهجرين جديد على سبيل المثال أو نازحين فيك كمان تتعاطى بطريقة أو بأخرى. طيب ما أنا شوف ما في عندي كان عملية تجنيد، مشان هيك في مشكلة بوزارة يعني ما شفنا انه مين بده ياخذها. صحيح، هذه وحده. بس في 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 ثاني خليني اربط ايضا بين مسالتين مهمتين، مساله التجنيس ومساله النازحين السوريين. طيب ليش بقبل انا انه جنس هون اصحاب المليارات السوريين يعني وهن مقربين؟ انتبه، مقربين من بشار، مقربين من هيدي سائبة. بس انه بس في حق دستوري لرئيس جمهوريه ما في. لا انا ما عم بحكي بدستوريه القانون بدون شك. نعم، بدون شك هذا حق لرئيس الجمهورية، ما في نقاش. بس انا عم بحكي انه هون في ناس مقربين من النظام. طيب وهون في نازحين سوريين بقول ما بدي احكي مع النظام، يعني لا في لازم نحكي بطريقة او بأخرى. اولا حتى نتطرق الى تفاصيل هذه القضية، وبالتالي نضع اقدامنا على عتبة حل هذه القضية. بدك تألف حكومة بالاول، بدك تكون جدي. اثنين بدك قرار سياسي لبناني واحد. اثنين بدك تحدد فيما خيار بعد اي خيار بالضبط، اي خيار يمكن ان تاخذه. اذا ما عملت هيك ما تكون عملت شيء. استاذ توفيق شومان ما بنشبع من تحليلك. الله على كل حال نشكرك من تلفزيون لبنان. مشاهدينا الكرام نشكركم، والى اللقاء مساء.